وفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود. أنا الذي همت في هواكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام علي زين الأنبياء. السلام علي أتقى الأتقياء. السلام علي زين الأنبياء. السلام علي أتقى الأتقياء. السلام علي زين الأنبياء. السلام علي أتقى الأتقياء. السلام علي أحمد يا حبيبي. السلام علي طه يا طبيبي. السلام علي أحمد يا حبيبي. السلام علي طه يا طبيبي. السلام على المشفع في القيامة. السلام علي السلام علي. السلام علي زين الأنبياء. السلام علي أتقى الأتقياء. السلام علي زين الأنبياء. السلام علي أتقى الأتقياء. السلام
القيامة. السلام على المضلل بغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بغمامة. السلام على المتواجب الكرامة. السلام عليه. السلام عليه. السلام عليه زين الأنبياء. السلام عليه أتقى الأتقياء. السلام عليه زين الأنبياء. السلام عليه أتقى الأتقياء. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة. وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. شفاعة. وهذا مطلبي أنا أنت المرتجى يوم الزحام. اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام. اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا لنا يا حبيبنا. اشفع لنا لنا يا حبيبنا. يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك الشفاعة. وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك الشفاعة. وهذا مطلبي يا نبي. لوذنا بك يا حبيب يا حبيب. أنت للخلق يا طبيب يا طبيب. لوذنا بك يا حبيب يا حبيب. أنت للخلق يا طبيب يا طبيب. اشفع لنا لنا يا حبيبنا. اشفع لنا لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك الشفاعة. وهذا
طلبي يا نبي يا رسول الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
فعن حمل زاد. الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. فيا رب صلي على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا لنا لنا. الله 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 لا إله إلا الله 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 على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا. الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله بيدي يا إمام الرسل يا سندي. الله الله أنت باب الله معتمد فبدنيا يا وآخرتي. الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا
قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والساقي موسى وفخلع الكون عاك سوى هب مولى العرب والعجم يا إمام الروس يا سندي الله الله أنت باب الله معتمد فبدنيا يا رسول الله خذ بيدي سيد ساداتي من مضرين غوث آل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمد فبدنيا يا يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد فبدنيا يا وآخرتي رسول الله خذ بيدي قاما طاب سريرته وسجاياه وسيرته صفوة الباري وحيرته عدل آل الحال والحرم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد فبدنيا يا وآخرتي الله رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمد فبدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عين
كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر قمر وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله عما نوالوها كل العباد وعما نوالوها كل العباد وعما نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا فكل الكون أنار بنور طه قمر قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر ق
بُشْرَى لَنَا نِلْنَا الْمُنَى زَالَ الْعَنَى وَفَى الْهَنَى وَالدَّهْرُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ البشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا اليوم عيد المصطفى جاء الصفا زال الجفا اليوم عيد المصطفى من قد تسمى شرفا الله أعطاه المنى بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا tetamu yang hadir sekalian, bagi menghiasi acara sebelum majlis ini dimulakan, majlis dengan sukacitanya ingin menjemput Yang Mulia Abdul Haziq Sharafuddin bin Abdul Habib untuk bacaan ayat suci Al-Quran
dari surah An-Nisa ayat 1 sehingga 2. Dipersilakan. Panjang kali ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم
بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
كلها من همنا يهون باسمك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يهون باسمك يا الحسود سيف الإيمان
Perhatian kepada kenderaan yang mempunyai plat lesen BBB6427. Sekali lagi, BBB6427 untuk segera mengalihkan kenderaan bis kita sekarang. Terima kasih. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersusun indah kias dan pantun. Luahan jujur pendeta keliga. Tirai majlis dibuka santun. Salam dihulur, tertib dijaga. Yang mulia, tetamu-tetamu majlis yang hadir terdiri daripada Yang Amat Mulia, Pengiran-Pengiran Cetria, Yang Mulia, Pengiran-Pengiran, Yang Dimuliakan Pihin-Pihin, Yang Mulia Dato-Dato, Yang Mulia Datin-Datin, Yang Mulia Awang-Awang, Dayang-Dayang, dan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini Ahad 17 Jamadil Awal 1444 Hijrah bersamaan dengan 11 Harbulan Disember 2022 merupakan satu tarikh yang amat bersejarah bagi mempelai pengantin yang akan kita raikan pada hari ini, iaitu di antara Yang Mulia Raja Izhar bin Dato' Raja Idris dengan pasangan sehatinya Yang Mulia Rabiatul Adawiyah binti Abdullah. Sebelum kita membuka tirai majlis, saya Nur Nadira Syahminan selaku pembawa acara pada hari ini mengalu-alukan kehadiran semua tetamu yang hadir, di mana kita akan dapat bersama-sama menyaksikan pasangan mempelai pengantin bersanding dengan indah di atas pelamin. Dengan itu, sebentar awal majlis akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Syakir bin Muhammad Saleh, Imam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Selangor. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. إلى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Syakir bin Muhammad Saleh di atas bacaan surah Al-Fatihah itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sesungguhnya perkahwinan itu mempunyai pelbagai hikmah. Di antara hikmah-hikmah di sebalik perkahwinan itu ialah untuk mengekalkan dan meneruskan zuriat di muka bumi ini dan seterusnya meramaikan manusia. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam akan berbangga dengan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ramai di akhirat nanti. Kedua, ianya adalah untuk menjaga kehormatan diri. Kerana dengan perkahwinan ini boleh melembutkan pemandangan dan menjaga kehormatan. Antara lain juga bertujuan untuk hidup bahagia dan aman damai, berkasih sayang, cinta mencintai. Dengan itu, hadirin dan hadirat sekalian, waktu yang dinanti-nantikan, kemuncak acara pada hari ini sudah pun tiba. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, mengumumkan ketibaan Raja dan Ratu sehari kita pada hari ini, Yang Mulia Raja Izhar bin Dato' Raja Idris dengan pasangan sehatinya, Yang Mulia Rabiatul Adawiyah binti Abdullah
masuk ke dalam dewan diiringi oleh ahli keluarga kedua mempelai pengantin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. العظيم
على أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Hadirin dan hadirat sekalian, tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Dengan itu, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Mulia Mawad Datu Warahmah binti Abdullah selaku adinda pengantin perempuan untuk menyampaikan sebuah ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil habibil mustaqim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Yang Mulia Pengiran-Pengiran Chatria, Yang Mulia Pengiran-Pengiran Datuk, Datin-Datin, Awang-Awang, Dayang-Dayang yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kaula saya adinda kepada pengantin perempuan mewakili ayahanda Awang Abdullah bin Haji Muhammad Jair dan bonda Pengiran Haji Norida, Pengiran Hajah Norida binti Pengiran Haji Muhammad, juga mewakili pihak pengantin lelaki ayahanda Datuk Raja Idris bin Raja Ahmad dan bonda Raja Nur Azmin binti Hussein, ingin merafakkan setinggi-tinggi syukur kehajat ilahi kerana dengan izinnya majlis persandingan kekanda Rabi'atul Adawiyah binti Abdullah dengan Raja Izhar bin Datuk Raja Idris telah selamat dilaksanakan dengan meriahnya. Ianya berkat sokongan dan doa restu semua pihak, khususnya daripada ahli keluarga kedua-dua belah pihak pengantin lelaki dan perempuan, sanak saudara dan sahabat handai. Yang Mulia Pengiran-Pengiran Chatria, Yang Mulia Pengiran-Pengiran, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Dayang-Dayang yang dihormati, di malam hari terang senegeri, memberi cahaya di tengah balai, majlis indah ditambah seri untuk meraikan kedua mempelai. Tiada ungkapan kata yang mampu dilafazkan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan junjung kasih dan terima kasih yang tulus ikhlas dari Raja Sehari dan ahli keluarga kedua belah pihak buat semua atas keberangkatan dan kesudian hadir serta memeriahkan majlis Abis Kaula kami yang sederhana di hari yang penuh keberkatan ini. Sama-samalah kita mendoakan kebahagiaan dan kerukunan keluarga kedua membelah mempelai berkekalan hingga ke jannah. Amin Allahumma amin. Nasi putih, nasi lemak, sajian makanan di waktu pagi. Terima kasih banyak-banyak sudi bertandang ke majlis kami. Sebelum mengakhiri majlis kita pada hari ini, Abis Kaula, kami dari keluarga kedua pengantin ingin memohon maaf jika ada kesilapan dan sebarang kekurangan sepanjang majlis dijalankan. Yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu datang dari pihak Abis Kaula kami. Kaula saya akhiri dengan kalam mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Mawad Datu Warahmah di atas ucapan itu tadi. Sidang dewan sekalian, kalau kita renungkan akan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Ar-Rum ayat 21 yang tafsirnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya
ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sidang dewan sekalian, kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Dengan itu, sukacita menjemput dan mempersilakan Yang Mulia Muhammad Naufal Darwish bin Abdullah untuk membacakan doa kesyukuran. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بخصوص إلى هذا المجلس مجلس بركحوينان رجاء إظهار بن دطوء رجاء إدريس dengan ربيعة العدوية بنت عبد الله نية صالحة كافة عامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الحبيب المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا رحيم يا ودود يا ذا الجود والإكرام اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لهذا العقد الميمون وجعل اجتماعهما على حصول الخير يكون وألف بينهما المحبة والوداد وارزقهما النسل الصالح من النبات والأولاد حتى يرون الأسباط والأحفاد ووسع عليهم الرزق واحفظهما برحمتك من مكائد الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ذات بينهما مع الأعمال وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة بجودك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين عروسين كما ألفت بين الماء والطين وبين آدم وحواء وبين إبراهيم وهاجر وسارة وبين يوسف وزليخة وبين أيوب ورحمة وبين موسى وصفورة وبين سليمان وبلقيس وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته المطهرات رضوان الله عليهن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, jalinkanlah kemesraan antara dua pengantin seperti mana Engkau jalinkan antara air dan tanah, antara Adam dengan Hawa, antara Ibrahim dan Hajar dan Sarah, antara Yusuf dan Zulaikhah, antara Ayub dengan Rahmah, antara Musa dengan Safurah, antara Sulaiman dengan Balqis, dan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri baginda yang suci. Semoga Allah meridai mereka semua yang dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Pengasih dalam kalangan yang mengasihi. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jama' bainahuma fi khair wa khususan Raja Idhar bin Datuk Raja Idris wa Rabi'atul Adawiyah binti Abdullah. Semoga Allah memberikan keberkatan untuk kamu daripada pasangan kamu dan melimpahkan keberkatan terhadap diri kamu dan semoga Allah menghampunkan dosa-dosa kamu dan Allah kamu berdua dalam kebaikan.
اللهم فشفع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا وهاب يا لطيف يا حليم ويا خبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله منا ومنكم Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala peliharakan kedua mempelai pengantin hidup bahagia dan sejahtera, diberkati jua dan kekal jodoh hingga ke akhir hayat, insya Allah. Inilah yang dikatakan, umpama belayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayu telah sampai di muara. Umpama berjalan telah sampai di destinasi. Alhamdulillah, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Di kesempatan ini menjunjung dan mempersilakan hadirin dan hadirat untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Dipersilakan juga bagi yang ingin mengabadikan gambar kenang-kenangan bersama dengan pasangan pengantin, bolehlah menuju ke pelaminan untuk menangkap gambar. Tiada untaian kata yang mampu dilafazkan selain rasa syukur, menjunjung kasih dan ucapan terima kasih yang setulusnya daripada keluarga kedua belah pihak buat semua yang sudi hadir memeriahkan majlis pada hari ini. Dipohonkan seribu kemaafan sekiranya terdapat mana-mana kekurangan sepanjang acara dikendalikan. Dengan itu, melabuhkan tirai majlis pada hari ini, saya Nur Nadira Syahminan berundur diri. Salam hormat, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى
بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من فضله عمنا من فضله عمنا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد لنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
وبارك على سيدنا محمد وعلى بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال ظاهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال بلبل الإقبال غرد وبشير السعد محمد